نروح للكره الطائره سيدات، طبعا في اطار ده تصريح كابتن رؤوف عبد القادر، في اطار حرص كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره على دعم الالعاب الاخرى كلها. زي ما انتم عارفين الكره الطائره حصدنا الكاس والدوري والكاس، ولكن دي مش النهايه. حصل تدعيم ايه خالد وهاني عبد الله، مضوا مع النادي الاهلي عقد 4 سنوات، عقد يمتد لمده 4 سنوات، وقادمين من او قادمات او يعني قادمين من نادي الشمس. طبعا اكيد 2 اضافه، يعني صانع العاب وكمان مركز 3. كابتن حمدي صافي شايف انه محتاج لهم، رفع التقرير او رفع طلباته للنشاط الرياضي، النشاط الرياضي جاب له ابروفال او جاب له موافقه مجلس اداره، وتم التعاقد مع اللاعبتان، وان شاء الله يكون اضافه قويه جدا. زي ما انتم عارفين احنا ما شاء الله يعني في كره الطائره احنا في حته تانية، ولكن التدعيم مستمر ومكملين يعني في التدعيمات كمجلس اداره، اكيد ده فكره عشان نفضل محافظين على هذا الانجاز ان شاء الله.